بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى بنات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي من زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هذه الصحابية بنت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل مبعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها أحد أبناء أبي لهب، وعندما بعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وأنذر بالرسالة، أمر أبو لهب ابنه بتطليقها منه حتى لا تكون تحت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يسر لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالهجرة إلى المدينة، تزوجها خليفة المسلمين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمن هي هذه الصحابية الجليلة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. عدنا إليكم بعد الفاصل إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. وهذه الصحابية هي إحدى بنات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. فأم كلثوم رضي الله عنها هي إحدى بنات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أم كلثوم أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ذكرنا في حلقات سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين من أبناء عمه أبي لهب، وهم عتبة وعتيبة. فعتبة كان زوجا لرقية رضي الله عنها، وعتيبة كان زوجا لأم كلثوم رضي الله عنها، وكان ذلك كله قبل مبعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وأنذر الله سبحانه وتعالى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقف نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على مشارف جبل الصفا وقال لقومه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإني رسول الله وإني نبي الله. هنا وقف أبي لهب على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك سورة وقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فعندما علم أبي لهب عم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد أعدائه ومن ألد أعدائه صلوات الله وسلامه عليه، أمر ابناه عتبة وعتيبة بأن يطلقا بنات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فطلق عتبة بنت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رقية، وطلق عتيبة بنت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عتيبة الذي كان زوجا لأم كلثوم رضي الله عنها، بعد أن طلقها بأمر من أبيه أبي لهب الذي هو من أشد وألد أعداء نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ضايق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه ذكرت بعض كتب السير أنه قال له كلمات فيها من التشنيع وفيها من الجفاء وفيها من قلة الأدب الشيء الكثير. فاصل ونواصل. عدنا إليكم بعد الفاصل إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. وقد ذكرنا قبل الفاصل أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم من أبناء عمه أبي لهب، وهم عتبة وعتيبة. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات فيها عتاب وشديد اللهجة لأبي لهب
وهي صورة المسد، دبت يد أبي لهب وتب، أمر أبي لهب ابناه عتبة وعتيبة بأن يطلقوا بنات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فطلق عتبة زوجه رقية التي هي بنت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلق عتيبة بنت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. ولم يقف عتيبة عند هذا الحد، بل إنه قال لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كتب السير أنه قال له: طلقت ابنتك وفارقت دينك وإني لا أحبك أبدا. فهنا دعا عليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. فعندما كان خارجا إلى الشام في تجارة له، اعترض عليه أسد من الأسود فقتله، وذلك لأن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد دعا إليه. ولا شك أن دعاء الأنبياء كله مستجاب من الله سبحانه وتعالى، لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى وهم مسددون من الله سبحانه وتعالى. عندما هاجر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى المدينة، وبعد أن أذن ربنا جل وعلا لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد في سبيل الله، كانت أولى غزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر، وقد شارك فيها جمع من الصحابة وتخلف عنها جمع من الصحابة لأسباب. وكان ممن تخلف عن هذه الغزوة هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد وكل الغزوات وكل المعارك إلا أولى الغزوات وهي غزوة بدر، وذلك لأنه كان زوجا لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية، وكانت مريضة وكان يقيم عندها ويعتني بها وكذلك يرعاها في مرضها. ولكن عندما انتصر المسلمون على المشركين في هذه الغزوة وهي غزوة بدر، ماتت بنته رقية رضي الله عنها، فعوضه الله سبحانه وتعالى ببنت نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الثانية وهي أم كلثوم. فأراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزوج بنته حفصة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قبل أن يتزوج أم كلثوم وبعد أن ماتت رقية رضي الله عنها، ولكنه كان على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حفصة، فسكت عثمان بن عفان رضي الله عنه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وبذلك سمي أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين. والسبب في ذلك أنه تزوج ابنتين من بنات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رقية رضي الله عنها وكذلك أم كلثوم رضي الله عنها. فأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان معروف عنه بأنه ذي النورين، والسبب في ذلك لأنه تزوج بإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية، وكذلك تزوج بأم كلثوم بعد أن ماتت رقية رضي الله عنها في غزوة بدر. توفيت أم كلثوم رضي الله عنها في السنة 9 من الهجرة رضي الله عنها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى لقاء قادم مع صحابية أخرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.